هدف رائع أحرزه ماوريسيو إيسلا، افتتح به النتيجة لتشيلي. ثم في الدقيقة 20 إدواردو فارغاس يسجل الهدف الثاني لمنتخب تشيلي. بداية الشوط الثاني إنيستا الذي دخل في الفترة الثانية يسجل في الدقيقة 55 تسديدة من بعيد، ثم تمريرة ممتازة من إنيستا إلى زميلها الجديد في البارسا سيسك فابريغاس، تعديل النتيجة للمنتخب الإسباني وضربة جزاء في الحقيقة بعد تمويه من اللاعب بيدرو. منتخب إسبانيا تحصل على ضربة جزاء في الوقت البديل ورغم تصدي ممتاز للحقيقة.